هذا المثبت ما كيخليكش تعياي وما كضرناش الظهر بالخدمه. وهذا راكم كتعرفوا الناس اللي كيخدموا الرنده والعقيق والطرز، وهذا كتكون الضران ديما كيجي في الظهر بزاف. بالنسبه لهذا المثبت هذا كيتصاوب بواحد الشكل ساهل بزاف الحقيقه، انا كنت باغا نشريه، مي الثمن ديالو غالي، وحتى باش يوصلك خاصك واحد الدومو على الاقل باش يوصلك. وبالنسبه للناس اللي كيخدموا الاغلبيه كتلقاي المينيموم كتكون عندهم جوج المرمات في الدار، واحده صغيره وواحده كبيره. احنايا غادي نستعملوا جوج المرمات كما كتشوف، واحده صغيره وواحده كبيره، وغادي نحتاجوا فقط لهذوك العويدات اللي كيكون الوسط ديال الالومنيوم، بابي الومنيوم كيكونوا هذوك هذاك الكارتون اللي كيكون الوسط داير. غادي نقطعوا ثلاثه بنفس الطريقه. قبل ما نبدا نتمنى من الناس اللي كيشوفوا القناه اول مره يدعموني بالاشتراك وديروا جيم الى عجبكم لا فيديو، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد القناه. كما كتشوفوا انا هذا الكرتون هذا قطعته بنفس الطريقه من جوج جوايه، يعني خديتهم قد قد ثلاثه د العويدات هكذا قد قد قطعتهم بنفس الطول، وكنقطعهم من الفوق ومن التحت، كنحيدوا لي هذاك الرويس كما كتشوفوا. وغادي نحتاجوا واحد هذا البيستولي باش نلصقوا دوك المرمات عليهم من جناب. انا هنايا غير زقيتهم بيديا، كتشوفوا النتيجه كتجي على هذا الشكل هذا. يعني بغيتي تخدمي في المرمه الصغيره غادي نقلب، بغيت نخدم في المرمه الكبيره غنخدم من الفوق. كما شفتوا انا هنايا كما قلت لكم قطعت ديجا هذوك العويد ديالي، دابا غادي نثبتهم بالبيستولي على المرمه، نسبق الصغيره هي الاولى. عندي الكولا كما كتشوفوا راكم شفتوا كيفاش قطعتهم، يعني كنحاول نحيد غير النص ديال المورسو. البلاصه اللي غتلصق ليا على الخشب هي اللي غادي ندير لها كول. بحال هكذا غادي نبقى معاه شويه هكذايا حتى يشد ليا مزيان. بطبيعه الحال ما غاديش يلصق ديك الساعه، حاول نخليه يشد ليا مزيان. بنفس الطريقه غادي ندير العويد الثاني، مشيت عليه بشويه حيت مازال ما لصقليش مزيان كما كتشوفوا. البلاصه اللي هتلصق لي في الخشب هي اللي غندير لها كولا. غير شويه البنات ما تكتروش. نحاول نبقى شاده فيها هكذا حتى يثبت ليا مزيان، وندير الرجل الثالثه بنفس الطريقه حتى هي. كما قلت لكم كنسبقوا هذيك المرمه الصغيره هي الاولى، عاده كنديروا مرمه كبيره. بنفس الطريقه غنديروا رقم الثالث، صراحه هاد المرمه هاديه فاش كنصوبها فاش كنثبتها بحال هكذا هي ما كتجينيش كاع الخدمه صعيبه، الظهر ما كتبقاش ضرني، كنخدم بواحد السهوله. وحتى قدام الكاميرا هكذايا ما كيبقاش يترعد ليا الخدمه، يعني الخدمه انت كتخدمي والخدمه كترعد. كما شفتوا انا هنايا خليتهم حتى ثبتوا. غادي ندير دابا المرمه الكبيره ديالي من الفوق،
بحال هكذا. بنفس الطريقة غادي نلصق هاد ثلاثة الرجلين على المرمى ديال البلاستيك. الحقيقة المرمى كيما بغات تكون تكون، كيما شتو انا راه عندي وحدة هنايا ديال البلاستيك وحدة ديال الخشب، ماشي مشكل. كيما عندك كيكونوا عندك ديال البلاستيك بجوج، كيكونوا ديال الخشب كيكونوا مختلفين، ماشي مشكل. المهم هو ان داك الكارتون يشد لينا مزيان في ديك المادة اللي عندنا. صافي، انا هنا غادي نثبت الرجل الاولى. بنفس الطريقه غادي نثبت الرجل الثانيه، وعاود بنفس الطريقه غادي نثبت الرجل الثالثه، وغادي نمشي عليهم بشويه حتى يلصقوا ليا مزيان. قبل ما ننسى عندي لكم واحد القناه اللي غزاله بزاف، كدير محتوى رائع بكل ما يخص الطبخ والحلويات، يعني كل ما يخص المطبخ. هي قناه شهوات الهام ام ضياء، نتمنى تدعموها بالاشتراكات ديالكم ولي جيم، وخليوا ليها تعاليق زوينه. يعني في حقيقه السيده تستاهل، الوصفات ديالها كينجحوا 100% وكل شيء موجود في البيت، يعني كدير داك الشيء بسيط وغزال بزاف. ما تنسوش الاشتراك عندها. نكملوا على بركة الله. كما كتشوفوا انا هنايا فاش لصقت البلاستيك ديالي حصلت على هذه النتيجة. المرمى الثانية كما كتشوفوها هي ثابتة، يعني الا بغيت نخدم في المرمى الكبيرة هكذا كنقلبها، والا بغيت نخدم في المرمى الصغيرة كنقلب على الفوق. انا هنايا غادي نثبت لكم الفوق على هذا المرمى باش تشوفوا، يعني راه ما كتهرس ما حتى شي حاجة، كتبقى زوينه وثابته. عاود المرمه الصغيره، بهذه الطريقه صدقوني ان النتيجه كتجي واعره بزاف، وفي حقيقه ما كتبقاش ضرك ظهرك، يعني كديري كتهني من دوك المحاين ديال الخدمه. وهذا انا هنايا غادي نثبت لكم الثوب باش تشوفوا النتيجه. شي واخا كنبرك واخا سميتو ما كتفك ما حتى شي حاجه. وهذه هي النتيجه ديال البنات كما شفتوا. دابا انا غادي نخدم بسهوله. بالنسبه